فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يصلي بنا في مسجدنا، في بعض الأحيان يصلي بنا شخص وعند قراءته للفاتحة في الصلاة الجهرية يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقول: الرحمن الرحيم برفع الرحمن، فما حكم صلاتنا خلفه؟ هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، الصلاة صحيحة لكنه أخطأ في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.